قف بشكل معتدل حاملاً دمبل في كل يد على امتداد ذراعيك أمام فخذيك، براحات يديك موجهة نحو جسمك وانحناء بسيط في الكوعين، وباعد بين قدميك بمقدار عرض كتفيك. أطلق زفيراً وابدأ برفع ذراعك اليمنى بحركة مستقيمة للأمام مع انحناء بسيط في الكوع وثبات جذعك حتى تصبح الدمبل أمامك بمستوى كتفك وبموازاة الأرض. توقف للحظة عند هذه الوضعية، ثم ابدأ بإنزال الدمبل نحو الأسفل لوضعية البداية، ثم ارفع يدك اليسرى وقم بنفس الحركة وهكذا.